داخل أحد معارض السيارات بغزة يبحث شادي عن سيارة جديدة عوضا عن سيارته القديمة التي باعها أخيرا. ما زالت جولات بحثه مستمرة، لكنه اصطدم بارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية. أنا بعت سيارتي اليوم، تفاجأت بعد ما بعت جاي اشتري بدي 6000 دولار فوقيها. تفاجأت يعني أسعار كل ما هي بتغلى. يعني أنا اليوم صرت بدي أنزل، بدل ما أحدث صرت بدي أنزل نزول، بدل ما أطلع وأجيب حديث صرت بدي أنزل نزول. هذا واحد من معارض السيارات الحديثة، أكثر من 3000 سيارة حديثة تم استيرادها خلال العام الماضي بحسب نقابة مستوردي السيارات. يؤثر طلب المواطنين للسيارات القديمة على بيع السيارات الجديدة مرتفعة الثمن. التجار هنا لا يسمح لهم وفق اتفاقيات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال باستيراد سيارة صنعت قبل أكثر من 3 سنوات. فالمواطن صار في حيرة من أمره، إنه كل شيكل أقل بدفعه هو المستفيد، بروح بيشتري القديم وبترك الحديث لأنه غالي السعر، فهذا بيؤدي إلى تكدس المركبات في المعارض والشركات استيراد المركبات. يوجد في القطاع وفق الإحصاءات الرسمية نحو 80,000 مركبة، يلجأ كثير من المواطنين لشراء سيارة والعمل بها في النقل العام بوصفها مصدر دخل لعائلاتهم. احنا يعني صراحة لا يوجد لدينا اللي هو تدخلات فهم بالأسعار، هذا ناتج عن الطلب والعرض الخاص بالمركبات أو بخاص بالمواطنين. غلاء الأسعار دفع نشطاء لتشجيع مقاطعة شراء السيارات مؤقتا، في خطوة يرون أنها قد تعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي أو إلى السعر المقبول على الأقل بالنسبة لكثيرنا منهم. يتأثر سوق السيارات مباشرة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة لسكان القطاع، ارتفاع أسعارها الآن يعني أن شراء سيارة لمتوسطي ومحدودي الدخل خطوة مؤجلة إلى أجل غير مسمى. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة.